السؤال الآن، وهذه الثورة اليافعة ما زالت في خطواتها الأولى، كيف نصلح علاقتنا بالعمل لنجعل منه أداة تحقيق أهم أهدافها، ألا وهو التنمية الإنسانية المستديمة التي لا تشمل فقط خلق الثروة المادية، وإنما المعرفة والتنظيم والقيم والجمال. حقاً على الدولة تحمل دورها بالتوظيف في الأماكن المنتجة والضرورية، لكن دورها الأساسي في خلق وتعهد وتطوير كل الظروف وكل الشروط المحفزة للإنتاج. نحن بحاجة للقطع مع وهم قدرة الدولة على حل أزمة التشغيل بالتوظيف الشامل، فقد جربت كم من دولة هذا الطريق الذي حل ظاهرياً أزمة التشغيل ليخلق أزمة عمل، والبيروقراطية تصبح عنصر لضرب الفعالية وتعطيل الاقتصاد. بالنسبة لي الصحافة ركن أساسي من بناء الدولة الديمقراطية، واللي أنا كنت دائما وابدا مع حرية الصحافة وسابقة معها، واللي هذا اليوم أنا أفكاري مع الصحفيين الموجودين في السجون، في سجون بعض البلدان، مانيش باش نذكرها البلدان هذه لأسباب تعرفوها، لكن أنا أفكر فيهم وطالب بصراحهم. طبعا نريد ان نصوغ اجساما جديده عبر تحبيب شبابنا واطفالنا في الرياضه الجسديه، فانه يجب ايضا تعليمهم محبه هذه الرياضه الذهنيه التي اعتقد انها ستعطيهم قدرات كبيره على التعامل مع المشاكل الصعبه في الحياه، وليس فقط المشاكل على رقعه الشطرنج. رقعه الشطرنج هي مدرسه لكثير من القيم، ومدرسه ايضا لكثير من القدرات الذهنيه التي يجب ان ننميها وان نعمل عليها. شكرا انتخاب كم شكل الجلسة العامة.